السلام عليكم متابعي القناه عالم النحل الابي، تشاهدون في هذه الخليه هي على 9 اطارات، لكن في الفراغ الذي يوضع فيه الاطار العاشر قامت ببناء الشمع. ساريكم هاهو، كله عيون ذكور ناتو في الفراغ اللي في اليسار، نعطيكم الفراغ هاو، الفراغ اللي بنت فيه الشمع، يعني في ظرف قصير فقط بنى النحل. الإطار الثاني حضانة مغلقة يوضع في العسلة، إذن هاي إطارين هنا في العسلة حضانة مغلقة، وسأضع في الخلية واحد ممطوط واثنان أساس. نطوط على الحافة بشكل نبدأ العمل. أساس كذلك اثنين حضنة، يعني كل الإطارات حضنة النحل في ذروة النشاط. وهكذا أسس، وضعت يعني بين كل اطارين اساس واطار الثالث الممطوط وضعتهم في الحافه حتى يخرج من النحل العسل. بعد ذلك ساضع العسله، هاي العسله بدون حاجز، فقط عندما توضع العسلة تحرك قليلا حتى لا تصيب النحل. هاي العسلة إطارات حضنة التي وضعتها في الوسط حتى توسع النحل، عن جهتين. دخلوا منكم في القاعدة، النحل أصبح جد شرس، يعني هو وضعت العسلة سكرات وإطارين رفعتهما حضنة 8. هذه العسلة مفصلة فيها إطارات مربوطة، وبالتالي التغذية خلاص، يعني هذه العسلة التغذية انتهت. نكمل هذه الإطارات، نكمل الإطارات 4 6 8 9، فيها 9 إطارات مخصصة للعسلة. Thank you.
كملنا العمل يعني بسهولة، ويرجى من الإخوة المتابعين القناة يعني تفقد النحل. إذا عندك خلايا على 9 إطارات أو 8، أعرف أنك ستجد الشمع كثير مبني في الفراغ، لذلك يجب فحص النحل، فحص العسيلات، الخلايا. هذا هو وقت النشاط ووقت العمل لمن يريد أن ينجح في تربية النحل. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.